الحمد لله رب العالمين احنا حققنا انجاز كبير قوي قوي في هذا المجال. طبعا انا بقول الكلام دوت عشان مزيد من العمل ومزيد من الجهد مننا كلنا، مش حتى على مستوى القوات المسلحة فقط، لا على مستوى الدولة المصرية. لكن انا يهمني هنا لكم كرسالة لكم جميعا ان انا بقول لكم ان ما تحقق خلال العشر سنين دول كان امر عظيم جدا جدا نفتخر بيه كلنا، ونشكر بيه ربنا سبحانه وتعالى ان هو حقق لنا النجاح الكبير ده اللي انا بقوله لكم. عشان يا ترى ده حافز لينا؟ نعم. ده دافع لينا؟ ايوه، ان احنا نبذل اكتر، نتعلم اكتر، نتدرب اكتر، نبقى جاهزين اكتر لحمايه بلدنا. كل ما القوات المسلحه ومؤسسات الدوله المصريه هتبقى قويه هتقدر تجابه التحديات المختلفه، ويمكن بقدرتها وامكانياتها اذا فرض عليها التحدي انها تجابه، لا ده يمكن تكون بقدراتها دي تمنع التحدي من الاصل. عندما تكون قادرا، عندما تكون قويا، عندما تكون مستعدا، صدقوني ده تمن كبير قوي لمنع الصراع من اصله، لان العمليه حسابيه بتتحسب. فاذا كانت الدوله بمؤسساتها قويه وقادره، صدقوني ده بيمنع كتير كتير من الشرور يعني. وعايز اطمنكم ايضا على الاوضاع في الداخل. صحيح احنا بنمر بظروف صعبه جدا زي ما كل الدول تقريبا بتمر بده، وده امر احنا ما صنعناهوش بانفسنا يعني. وانا يمكن قلت مره قبل كده ما اعرفش يعني ان ده وصل لكم ولا، لما قلت ان احنا يعني ما دخلناش في حروب واقتتال ضيعنا فيه قدرات الدوله المصريه ومستقبلها. لا، ما عملناش كده. احنا كنا حريصين في كل ردود افعالنا ان احنا يعني نتسم بكتير كتير من التوازن ومن الحكمة في التعامل مع كل المشاكل اللي بتقابلنا. وكان حتى موضوع الإرهاب ده فرض علينا فرض.